قبل بدء الانتخابات الإسرائيلية عمل الغريمان بنيامين نتنياهو وبيني جينتس على استثمار قطاع غزة طعما لتحقيق مكاسب ضمن حملاتهم الانتخابية. التهديد والوعيد كان على رأس الدعاية التي قادها جينتس زعيم حزب أزرق أبيض عبر نشره فيديو لتدمير غزة، بينما استطاع نتنياهو زعيم حزب الليكود شراء الهدوء في القطاع من خلال التفاهمات التي أبرمها مع حركة حماس، وهو ما قد يرجح كفته للفوز كما يرى محللون. التفاهمات التي توصل إليها نتنياهو في السابق مع حركة حماس وبعد مسيرات العودة أيضا خدمته، بالرغم الانتقادات الشديدة التي وجهت إليه. ربما اغتيال أبو العطا أيضا كان مكسبا سياسيا لنتنياهو، وهو يوسط يعني يحاول أن يستغل ذلك ويسمي نفسه سيد أمن وأنه استطاع ردع غزة. ورغم أن قطاع غزة يؤثر على مجرى الانتخابات الإسرائيلية بشكل محدود، إلا أن جولة الانتخابات الثالثة سبقتها حملة تصعيد على غزة والإعلان عن تفاصيل صفقة القرن والتي يعد القطاع جزءا أساسيا منها، وهو ما جعله عنوانا أساسيا من الحملة الانتخابية. هناك شكل من أشكال التوافق الضمني بين كلا الطرفين في المعادلة الإسرائيلية حول ضرورة اللجوء إلى ضم الضفة الغربية وإعلان السيادة عليها وفقا لصفقة القرن، مما جعل قطاع غزة جزء أساسي من هذه الحملة الانتخابية. وبغض النظر عن حدة التنافس بين الليكود وحزب أزرق أبيض، لكنهما يتفقان على العديد من القضايا التي تلغي حق الفلسطينيين في القدس وعودة اللاجئين والتنافس على ضم الأراضي، وهو ما يتطلب وحدة فلسطينية لمواجهة ذلك. بدون إنهاء الانقسام لا يمكن أن يكون هناك إجابة عملية وفي مواجهة التحديات المحدقة بالقضية الوطنية للشعب الفلسطيني، لأن من بوابة الانقسام ممكن أن يتم تمرير مشروع السلام الاقتصادي عبر فكرة الهدنة في قطاع غزة وتحسين مستوى المعيشة. ويبقى تأثير بدء جولة الانتخابات الثالثة واضحا على القطاع، حيث أغلق الجيش الإسرائيلي كافة المعابر الحدودية. مهما كانت نتائج الجولة الثالثة من الانتخابات الإسرائيلية، لا يعول الفلسطينيون هنا على تغيير أوضاعهم بشكل إيجابي، فكافة النخب السياسية الإسرائيلية تنطلق من رؤية واحدة، وهي إلغاء كافة حقوق الشعب الفلسطيني. نيفين سليم، الغد، غزة، فلسطين.